رنا، رنا برضو قوليلي ازاي في الكلية، وبرضو يعني معيدة وليكي من الزمايل والكلام ده كله، فحد مثلا انتقد الحكاية ولا يعني خفتي شوية ترددتي ولا قلتي لا انا بحب حاجة وهروح اعمل؟ والله انا اصلا بغني من وانا في الجامعه، اصلا من وانا لسه طالبه. فيعني انا كنت يعني احد الناس اللي اسست فريق كورال في هندسه عين شمس، فكان الموضوع ابتدى مش غريب عليك. فالموضوع اصلا مش غريب عليا وموجود عادي من ساعه ما كنت طالبه، وحتى بعد ما كملت وبقيت معيده هناك يعني. فبس فبصراحه انا شايفه ان البني ادم اللي عنده هوايه وعنده موهبه، لما يعني مش هيعرف يعمل اي حاجه في حياته من غير ما يمارسها جنبها. ده ما بيعطلكيش ويعني ما بياخدش من وقتك بقى في الشغل؟ والله الواحد بيعمل يعني بينظم حياته على اساسها، على اساس الهوايه اللي عنده والحاجه اللي هو بيعملها يعني. فلو ده مش جاي على ده، طب يعني حفلات بالليل متاخر وانا هصحى الصبح بدل اروح الجامعه، ده عادي جدا. انا مره كان عندي حفله والصبح امتحان عادي جدا ورايحه رايقه ومفوقه كده وعارفه غنيتي في الورق بس. ف يعني انا مبسوطه بحاجه بعملها. بقالي قد ايه معاهم في الفرقه؟ بقالي سنتين. سنتين من ساعه ما خرجت على طول على طول كده سخنه على طول في الموضوع.